لا حديث في الشارع المصري إلا عن مستر كولر اللي أنا قلت لكم عليه أن هذا هو صفقة الأهلي المهمة. جميع وسائل الإعلام المصرية من قنوات وبرامج تلفزيونية تؤكد على ما ذكره العبد الضعيف منذ التعاقد مع مارسيل كولر لتدريب النادي الأهلي، والكل الآن يتحدث كما تحدثت قبل 10 أيام على الأقل عن أن أهم صفقتين في النادي الأهلي هما كريم فؤاد ومحمود متولي، الذي نجح الرجل في إعادتهم مرة أخرى إلى الحياة، صنفرتهم كده باللغة بتاعتنا يعني، تلمعهم كده باللغة بتاعتنا يعني، واستنفار قدراتهم وإمكانياتهم وتوظيفهم فيما هو مفيد ونافع للفريق. النهاردة كل الناس بتتكلم على كريم فؤاد اللي أصبح الناس تقارنه بالنجم الكبير وصاحب التاريخ العظيم مع النادي الأهلي مستر محمد بركات، قال لك ده بركات الجديد. لكن من الغرائب والطرائف، من الغرائب والطرائف، مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني استبعد كريم فؤاد من المنتخب، واخد مين؟ واخد عمر جابر اللي بيلعب باك شمال، واخد باك رايت، واخد عمر جابر اللي بيلعب باك شمال واخده باك رايت، واخد عبد الله جمعه اللي ما لمسهاش، اللي ما لمسهاش، يعني منتهى التخاريف ومنتهى الهبل والعطل والعبط والهطل ان انا بتعامل بالشكل ده. لا، اجيب من هنا كام لعيب واجيب من هنا كام لعيب، ما ينفعش ان انا ابقى ببص على المستوى الفني ايه. وده اللي بيضايق وده اللي بيزعل، ان الناس لما بتختار ما بتختارش على اساس فني. عبد الله جمعه ما لعبش يا جماعه، عبد الله جمعه لما اصيب احمد فتوح اللي لعب مكانه عمر جابر باك ليفت، فالراجل جاي النهارده ياخده باك رايت احتياط لمين؟ لاكرم توفيق. طب ما يا عم مش عاجبك باك ليفت، هات يا سيدي اسمه ده، هات محمد حمدي بيراميدز يا عم، هات اي باك ليفت من الدوري، لكن عبد الله جمعه اللي ما نسهاش اخده، ده كلام. طب وعمر جابر اللي دون المستوى من ده الخبراء الزملكاويه نفسهم بيتكلموا على كده، بيتكلموا على كده، ده واضح ان في سيطره من الكابتن حازم امام على روي فيتوريا في ارائه الفنيه، ده كلام مش منطقي ومش مقبول. اجي انا، طب ما انت واخد حسين السيد في الباك ليفت ومحمد حمدي طول عمره باك ليفت وبينضم لمنتخب مصر، يا سيدي يا اخويا هات كريم حافظ، بلاش كريم حافظ عشان معتاد، لكن انت عندك في الحته دي كذا لاعب، اخد عبد الله جمعه اللي ما بيلعبش، واخد عمر جابر اللي دون المستوى، واستبعد كريم فؤاد، وخد محمد عواد بعد ما طبعا الازمه الشهيره بتاعته، وخد محمود جاد من النادي المصري، لكنه وخد ايضا من العناصر الكويسه اللي خدها وعناصر مميزه ايضا عشان يبقى حق ربنا بنقوله، محمود متولي وحسام عبد المجيد ومحمود علاء برضو. محمود علاء ده اتطرد في ماتش الاتحاد، ده اتطرد، لكن الراجل يبدو ان هو واخد مجموعه يجربها ويمرنها. طب بدل ما تاخد محمود اسمه محمود علاء وانت ومعاك محمود متولي وحسام عبد المجيد وباري المحمدي، ما انت عندك كذا عنصر تاني، ما تاخد ياسر ابراهيم اللي كان معاك اصلا، فقلب الوسط فيه حمدي فتحي ومروان عطيه لاعب الاتحاد المميز وامام عاشور اللي ما بيلعبش برضه المستبعد ماشي، وقفشه وعمرو السيسي ومحمود حماده من فاركو واحمد عبد القادر من النادي الاهلي واحمد سيد زيزو او احمد مصطفى زيزو النجم الكبير، طاهر محمد طاهر، مروان حمدي من النادي المصري، وواخد لاعب اعتقد هيبقى حديث كل الانديه الكبرى هذا الموسم مصطفى عبد الرؤوف زيكو اللي هو من حرس الحدود، وعاد مره اخرى محمد شريف واحمد ريان مع مروان حمدي خط الهجوم. احمد ريان ده اللي قلت لكم من زمان لما قال جه طلعوا اعاره قلت لك ده مهاجم منتخب مصر اللي جاي، لكن ان انا استبعد كريم فؤاد واخد مكانه عمر جابر واخد عبد الله جمعه، هذه مجامله صارخه من مستر روي فيتوريا لعبد الله جمعه ولعمر جابر، وللاسف الشديد جدا هذه مثل هذه المجاملات في الاختيارات هي اللي بتخلينا نندم بعد كده على ما يحدث. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم.